مدام هالة 5 دقايق وحضرتك هتخشي. مدام دقيقة وحضرتك بعدها. تعيشي يا حسن. اقفل البتاع ده، الصوت واصل لاخر الشارع. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ لحقتي تنساني يا دكتورة؟ انت بتصوماتي على الدكتور يا حنان؟ بيتك يا صلاح وقعت قلبي. قولي لي بقى كانوا بيقولوا ايه جوه؟ هو ده اللي مجنني، مش عارفه اسمع ولا كلمه واحده. يعني صوته الهيصه ده اللي كان عنده ده من جوه؟ امال انا واقفه هنا ليه؟ من وريتك ما بقاش انا. ايوه ده اللي فالحه فيه. ها كل شويه. اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء النور. عايزه اقابل الدكتور عمر لو سمحتي. استني واحده يا فندم، بس الماموريه ده تاخد البيانات من حضرتك. اسم حضرتك ايه يا صلاح؟ انت ما عرفتنيش. انا لمار. يا خبر اسود فندم. لا مفيش حاجه. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا استاذه لمار. اتفضلي. تحب اجيب لحضرتك طب شاي؟ طب قهوة؟ طب حاجة ساعة؟ طب أي حاجة؟ اتفضلي. إيه مالك 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 يا صلاح؟ أنت مخطوط كده ليه؟ لا مش مخطوط ولا حاجة، أصل المفاجأة بس. 5 دقايق بس الدكتور عمر يخلص. ما قلتليش بقى تحب تشرب عصير إيه؟ شكرا. حسن المدخل. حاضر حاضر. استر معانا يا رب، استر معانا. مين دي يا صلاح؟ مش وقتي خالص، مش طالباكي. أنا عايزك تركزي مع اللي دخلت ديت، عينك ما تروحش ولا يمين ولا شمال، فاهمة ولا لأ؟ فاهمة يا صلاح. استر معانا يا رب. 5 دقايق، ثانية واحدة. ابتزاز رخيص أنا لا يمكن أقبله. يلا يا بت، يلا نمي حاجتك، يلا مش اطلعي بره، بره بدل ما أنده الممرضين والعمال ويرموكي بره بفضيحة. يا أخويا تف من بقك، فضيحة إيه كفل الشر؟ هو لو أنا غرضي فضايح، كنت يا أخويا هجيب لك السي دي ده والفيلم القبيح ده تتفرج عليه لوحدك؟ لا، ده أنا كنت عملت منه سيديهات ياما. وفرقتها على روح سمعة حضرتك. بس ايه بقى؟ الفضيحة هتبقى للركب. ركب يا بنت انت؟ ركب ايه وفضيحة ايه؟ انت بتهدديني؟ بتهدديني يا سميكة انت؟ الله! اسمي باريزة، هو ده اسمي يا اخويا يتنسي؟ انت عايزة تفهميني ان الليلة اللي انا دايخ عليها دي قضيتها بحالها عندك انت؟ بس انا يا اخويا ما قصرتش، ولا قفلت الباب في وشك، ولا جبت شوية عيالي يرموك في الشارع. عشان تعرف بس مين فينا اللي بيسون العشرة. عشرة ايه يا حبابة انت؟ عشرة ايه؟ دي ليلة ومتسقطة اصلا من حساباتي. هي ليلة بصحيح، لكن عندنا ألف ليلة وليلة. انت عفريت اما يتهبب على دماغك انت. وعربيتي يا بت، عربيتي فين يا بت؟ لا ده بقى انا ماليش فيه. مالكيش فيه ازاي؟ مالكيش فيه ازاي؟ مش لسه قايلالي دلوقتي انك ركبتي معايا؟ يا اخويا ركبت معاك ودخلتك بيتي وعملت العمله اللي دخلت مزاجي. بعدين يا اخويا المحمول بتاعك قعد يرن 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 يرن. كلمت الوليه اللي كلمتك، قلت لها تيجي تلحقك، اصل انت كنت ضايع خالص، كنت هتموت مني. يعني كمان كمان انت كلمتي عفه وسلمتيني ليها؟ كلمتها انما سلمتك ده لا ممكن ابدا، ده انا جدعه جدا. طب يا جدعه جدا، ماشي يا جدعه جدا، بحياة أمك، بحياة أمك يا جدعة، لسلمك البوليس حالا. والنبي يا دكتورة،
يرضيك برضك تبوظ اخلاق الحكومه بافلام قبيحه كده. انت طلعت لي من اي ده يا بنت انت؟ طلعت لي من اي مصيبه؟ نعم انا اسفه يا دكتور، اصل الهنم مستناك من بدري. بدري ايه؟ مش شايفه معايا كشف؟ معلش يا عمر انا اسفه، انا اللي قلت لها تقول لك. مش الست اللي بتكشف جوه كانت حاطه على راسها طرحه ولابسه نقاب؟ ايوه فيها ايه يعني؟ ولا هي حاطه طرحه ولا لابسه نقاب؟ قلعي. لازم تقلع. الله يعني هتكشف بهدومها؟ هتكشف في اوضه المكتب. ايه ده؟ فين الست اللي كانت هنا؟ دخلت للدكتور. دخلت للدكتور؟ للتكسودة. اه استرى معانا. كملت. ربنا معاك يا توبة يا اخويا. امال اللي انا بحس بيه ده يا دكتور ايه؟ عادي يا فندم، مفيش اي حاجه خالص ان شاء الله. مفيش حاجه خالص؟ ازاي بقى؟ ده انا متضرره يا اختي على طول، وطول الوقت حاسه ان انا مغاصه وموجوعه، موجوعه قوي. حضرتك هتمشي على العلاج ده ان شاء الله، وباذن الله هتبقي كويسه جدا ان شاء الله. كده يا اخويا من غير ما تكشف وتشوف؟ ان شاء الله بعد ما تشوفي العلاج ده حضرتك وتعملي التحاليل المطلوبه نبقى نعمل سونار ساعتها ونبقى نكشف ونشوف. يعني انا هرتاح البتاعه دي؟ ان شاء الله. والنعمه، انا قلت راحتي على ايدك يا دكتور. الشافي هو الله يا فندم. لا مؤاخذه يا حبيبتي، ما انت برضه ست زينا وفاهمه عن ايه وجع ومغص ستاتي. ولا انت يا اختي ما دخلتيش دنيا ولا رجل بره ورجل جوه؟ نعم نعم الله عليك يا حبيبتي، شكلك كده يا اختي لسه ما دخلتيش دنيا، بكره يا اختي تغرزي زينا ودكتور عمر هو اللي هيريحك. طيب بالاذن انا بقى، انا سامع حاجه بتزن، يكون البتاع ده؟ البتاع ده يا اختي ولا بيزن ولا بيطلع اي صوت اصلا. ونشوف حضرتك بالاستشاره ان شاء الله. مع السلامه يا فندم. مع الف سلامه. هنشوف. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. الباب لبره يا فندم بعد اذنك. حاضر. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. مع السلامة. تبنا إلى الله. إنما إيه المفاجأة الجميلة دي؟ أتاري العيادة منورة. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. عمر. نعم. إيه البنت اللي كانت قاعدة دي هنا؟ يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا يا حبيبي. أنت عارفة يا حبيبتي دي عيادة، والعيادات يعني بتبقى بتلم. أنت عايز تفهمني إن البنت دي مريضة؟ طبعا. دي بشع. حصل. والجير. مظبوط طبعا. كده مش عارفة ايه. طبعا يا اهلا وسهلا. احنا مالنا تسيبك منها وقولي ايه بقى سر المفاجأة الجميلة دي. يا اهلا وسهلا. زواج مبارك ان شاء الله. الله يبارك فيكم. ألف ألف مبروك يا غازي، ألف مبروك. مبروك يا دكتور. ألف مبروك. مبروك يا دكتورة، جوازة سعيدة إن شاء الله. ميرسي يا دكتور. مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك. وعلى مرتضى مبروك عليا أجمل عروسة في الدنيا. مبروك علينا إحنا الاتنين. عمر أنا مكسوفة قوي يا عمر، أصل ما أعرفش حد هنا. ولا تتكسفي خالص، دول زمايلي ولازم أبارك لهم. طب مش كنت تقول يا عمر، كنت عملت حسابي كده برضو. تعملي حسابك في ايه؟ انت زي القمر كده. زي القمر. زي القمر. ما ده احنا مش هنطول، يلا تعالي. اتفضل تعالي. مبروك يا عز. اتأخرت قوي. معلش الظروف هبقى احكي لك بقى بعدين. مبروك يا اخت صفا، ربنا يتمم بخير ان شاء الله. ميرسي يا عمر عقبالك. ايه؟ لامار خطيبتي. تلحقت. ألف مبروك، ألف مبروك. ميرسي. والله بر 114. اتفضل 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 اتفضل. ما كانش ليها لازمة الكلمة دي يا غازي. عادي بهزر. وبعدين عمر واخد على كده. صاحبك شبك مع واحدة جديدة في لمح البصر. ابن المحظوظة. أنا عارف بيجيبهم منين؟ ده ما بيهمتش. يا
على فكرة اللي قال إن الدوفر ما يطلعش من اللحم هو انطقي، عشان أنا عندي طلع من اللحم. بس أنا كان عندي ابن واد زي القمر ودمه خفيف، بس اختلفنا سوا. اختلفنا عشان هو بيقول إن أنا ضيعت ورثه على الهلس. لكن أنا إيه؟ أنت إيه؟ أنا فعلا ضيعت ورثه على الهلس، بس فريدي حتى ضيعته يوم يتخلى عني ويسيبني. هو أنه اللي أغلى، إن الفلوس ولا اللابتوب ولا الأب؟ الفلوس طبعا. صدقي إن أنت واطية، مش بجيب لك من الآخر. أيوة من الآخر، كل أول ولو آخر. أنا في الأول ضيعت فلوسه وفي الآخر. في الآخر تفتكري لسه في العمر اللي يخليني استناه. خلاص انت يدوبك فرك الكعب وتفلس عنه. قومي يا كلبة قومي. ليه ان شاء الله؟ قلت ايه انا بقى علشان في الاخر اشرب عليه المية بعد كل وجع الدماغ ده بذكريات حكاياتك؟ تقولي قومي بلوشي ايدك على القبايل بقى علشان نبلع. يا محاسن الصدف اللي مش على البال. هو في ايه؟ تعالي بس امسكي. يا محاسن الصدف اللي مش على البال. ايه رغي بقى؟ ممكن اطلب منك بقى طلب؟ امرني بس لاني هنا مفتحه قوي مش هعرف. يا بنتي ما تبقيش سافله، مش اللي في دماغك. مجانا يطوز مني ايه؟ احكي لك حد ده. لا بصي ايدك خليكي قاعده معايا، بس انا ما بحبش الوحله كده. يبقى حاضر. قفشتك يا جميل يا ابو الشقاوه. يا بنتي انت جبله، مش بقول لك قومي مش الصبح وانت مصممه. قومي مش طايقه تجري. ماشي. ازيك يا انكل حافظ؟ انا هسبقك وانت هتحصلني صح؟ اكيد طبعا. العنوان سهل ما يتوهش، وانت حفظته؟ اه طبعا، قبيلة بني خزاعة، سهل جدا. اسيبك انا بقى. لمار. ايه عمر؟ ولا حاجة خلاص. انت كنت عايز تقولي حاجة؟ كنت عايز اقول حاجة. كنت عايز اقول لك انك هتوحشيني. عمر لو كنت قلقان انت ممكن تفكر تاني، ولو على بابا انا ممكن اقوله اي حاجه مفيش مشكله. البنت البايخه دي، يا بنت مخنوقه. ارجع فين تاني؟ خلاص ما اتفقت مع الراجل، عايزين نرجع تاني يقول عليا ان انا برجع في كلامي. خلاص اتدبسنا بقى. واللي كان كده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اتدبست خفيف كده. اصلا انا خايفه من المشاكل قوي. ما تقلقيش، ابوكي راجل حكيم وهيعرف يحلها. يا رب. تصبح على خير. تصبح على خير. خير كتير. حافظ لما يسعد يجيله مزيتين في ليلة واحدة. كمل بقى يا عمو. بلاش يا عمو دي، قوليلي يا زوزو. يا واد يا تقيل. هي دي. اسمها ايه بقى العروسة؟ اسمها فارة لارا لامار. اسمها لامار. واحد يتجوزها. يا صحيح
عيلتها مش ولا بد واطيه بعيد عنك، لكن هو نوى، وما دام نوى يبقى هينفذ، يبقى هيتجوزها طبعا. وليه بتقول كده؟ بس انا عارفه، بس بعيد عنك على الله الجوازه تتم. ليه بقى؟ كل ليله فرح تحصل مصيبه. انا قلت له، قلت له ده اخره المشي الحلال. انت كنت كويس، كنت كويس وماشي معايا اخر حلاوه، والمزز علينا قد كده، انما تقول ايه بقى بيحب. قولي لي اللي وراكي دي اسمها ايه؟ يارا. يارا يا زوزو. يا ولا يا واد يا تيلي. هو انت برضو اللدغه في السين؟ لا يا زوزو، يعني اللدغه بتاعتك انت يا جميل. بقولك ايه يا عمو، طالما هتجوزها يبقى بيحبها مش كده؟ هو مش هو بيقول كده، هو بيقول كده وخلاص. ماشي يا عريس، ابقى قابلني اذا دخلت. وليله الدخله دي لازمها شغل كتير وتفكير واعداد، اعداد مظبوط، ونسيب التدابير على المولى سبحانه وتعالى. لا اله الا الله. الراجل مننا، الراجل مننا اول ما يختلي بمراته. ايوه وبعدين؟ تعبان قوي الاخ راجل. اصل لسه خارج من شهر سجن. سجن؟ اقصد يعني شهر عسل. شهر عسل؟ خارج من شهر عسل وبتسأل في ليلة الدخلة؟ ما هو لسه ما حصلش حاجة يا أبطال، دي كشة مني. كشة منك، قول لي ليه بقى؟ ليه؟ أقول لك أنا ليه؟ لأنك أنت البعيد غشيم، غشيم، قول لي ليه؟ ليه؟ أقول لك ليه غشيم؟ لأنك فاكرها ليلة قلع وضلمة، تقوم العروسة تتخض منك وتكش وتتسرع، خصوصاً لما يكون العريس شكلك كده. امال انا جاي لك ليه يا ابطال؟ دلني على الصح. صح ايه يا ابني؟ وانا دكتور تجميل. انا اقول لك يا سيدي الصح. الصح في المفتاح. الصح فين؟ في المفتاح. وايه هو المفتاح؟ المفتاح في الكلمة الحلوة. الكلمة الحلوة من الراجل للست تلين الحجر، تلين الحجر وتزيل الحواجز وتساهم، تساهم جامد في النجاح. يا عيني راسي وكلامك كله شفا، اديني في العدد. لف وانا اديلك. بس انا قبطان ليا استفسار صغير. استنى يعني. بقى انت عم المستفسر، شوف الواد ده طلب ايه حالا. ابو جليه اسود، وابو جليه اسود ونضاره. هو نضاره اهو، خد اتنين شاي وواحد سحلب وست حجره. نزل له كمان حجرين وبعد كده من حقه يستفسر. انت عامل مينيمم شارجه. اتفضل اتفضل. انا يا قبطان عندي استفسار صغير. انا بقالي 5 سنين متجوز، ومن يوم ما اتجوزت مفيش ولا مره حسيت ان هي يعني متفاهمه معايا. مش عارف اعمل ايه يا قبطان. اعمل ايه؟ اجيب لها افلام ثقافيه؟ بطل هبل، معقول الكلام ده برضه حد يعمل كده؟ انا هجيب لك من الاخر. ما تفكرش في نفسك بس وانت معاها، لا فكر فيها هي كمان. شوف ايه اللي بيبسطها، شوف ايه اللي بيسعدها واعمله. ربنا، ربنا سبحانه وتعالى من نعمه علينا انه خلق جسم الست حساس. ليه؟ اقول لكم انا ليه. علشان المتعه تبقى مشتركة بينكم. فلو انت فكرت فيها زي ما بتفكر في نفسك هتلاقيها متجاوبة معاك لحد ما تجيب أجلك كمان. طبعا انت جابت أجلك من بدري، من قبل ما ايه. روح قبله يمكن توصل معاه الحل. قبله بتاع ايه بس؟ ولو قابلته هقول له ايه؟ قول له على اللي حصل، وانا متاكده انه هيساعدنا. انا لما قابلته حسيت انه مش وسخ، وعدني انه مش هجيب سيرتها ووفى بوعده.
بنتك هي اللي راحت وفضحتنا. واحد غيره كان استغل الموقف، عشان كده بقول لك روح اتفاهم معاه. على فكره يا ربيع، هو الوحيد اللي يقدر يخليها تتلم من ناحيتنا شويه. عايزاني اروح اقول له يربي لي بنتي؟ خليك ذكي يا ربيع، قول له البنت مريضه وان احنا غلبنا في علاجها، ولو حاولت تقرب منه يبلغنا واحنا نتصرف. عايزاني اقول له ان بنتي مريضه؟ وهي البنت اللي بتعمله معانا ده طبيعي؟ ما هو طردها قبل كده، عايزاه يعمل معاها ايه تاني؟ قال له يعرف ان في ناس بتساومنا على علاقتها بيه، وانا متاكده انه هيساعدك لانه جدع. شوفي بتعمل معانا ايه؟ ولا كاننا موجودين. مش بقول لك مريضه؟ والنبي لكون مفرقه الشربات على الحته كلها. مش قلت لك يا قضبان خيرها في غيرها واقضيها الناس لبعضيها، والحلو لما يهيز يلعب في القميص. وين راح؟ راح وان جاي احلى من نور الصباح. قسم يا معلم مرجان وهات ورز يا بوزة بالزكاة. ولا 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 زفت الصحيح ده بتقول ايه؟ يا حلاوة يا استافندي يا ابن عم البرتقال. حلاوتك يا استافندي يا ابن عم البرتقال. يا حلاوتك يا استافندي يا ابن عم البرتقال. يا حلاوتك يا استافندي يا ابن عم البرتقال. سبع قوس امشي يا بنت. يلا اخويا يلا اخويا كله يقعد مكانه. هات الكرسي يلا. اتفضلي يا معلمة. مالك يا قبطان في ايه؟ أنا في مصيبة كبيرة أوي. مصيبة؟ مصيبة إيه كفل الشر؟ ولا سيد؟ أيوة معلم. القهوة مغلقة للتحسينات. يلا يا أخوي مع السلامة يا أخوي. يلا حبيبي يلا أخوي. يلا حبيبي أنت هو يلا يلا عفنا. يلا أخوي قاعد ليه يا حبيبي؟ يلا حبيبي. خير يا كابتن؟ هو الفرح كان يوم ايه؟ تاني؟ انت لسه بتدور على يوم الجمعه الضايع؟ ظهرت بشاير، ظهرت بشاير، وجات لي واحده معاها سي دي ليا وانا وهي واحنا واحنا يعني ايه؟ اوعى تكون صحتك وخدت معاك لقطه بلاتوس سخانه. لقطة ايه؟ بلابوس خنا. بلابوس؟ ايوه بلابوس اللي هي خدتك وانت بران يعني وانت بلبوس ومكشوف العوره. حاجه زي كده. حلو القضبان نزل الملعب. ملعب ايه؟ والله العظيم توبنا الى الله، والمصحف على عيني توبنا الى الله، وحياه دمي يسيل زي الميه دي كده. انا مش حمل فضيحه زي كده، خصوصا وانا داخل على دنيا جديده. البت دي اسمها ايه؟ بريزة فكة. ودي مين دي؟ مصيبة جديدة واتحدفت على نافوخي. انت شفت السي دي بعينيك؟ هلس ومسخرة. لو حد من اخواتي البنات يعرفوا حاجة عن الموضوع ده. لا لا هلس ما ينفعش. اديهولي انا اتفرج عليه. اديك ايه تتفرج؟ اتفرج على ايه؟ وانا واخدك الملاهي. ده انت معكوك عكة سودة. وايه اللي يخليك تروح اللي اسمها الامار دي؟ وانا لو كنت اجلت يوم واحد كانت افتكرت ان انا خايف من ابن عمها، خصوصا انها خدت ميعاد من ابوها والراجل قاعد مستنيني. تقوم تروح الواحات؟ الله ده حب جامد بقى. انا مش في مشوار الواحات دلوقتي. ده ايوه ما انت لو خضعت ليهم هيستغلوا ده ويطبوا عليك كل يوم والتاني. ويا بتزوك وده اللي انا قلقان منه. انت عارف انا لو اضمن ان هم ياخدوا الفلوس ويغوروا في 60 داهيه والله العظيم كنت خلصت. على فكره اللي اسمها عفه سالت عليك ومستحلفه لك. عفه؟ ودي شفتها فين دي كمان؟ سيبوي يخيبك سواقها محتاج نضاره قعر كوبايه مش تفتح؟ الهي ربنا يوعدك بقطر يفرمك ما يعرفوا لموا لحمك من على اي مزلقات. ما تحترمي نفسك يا ريت. في ايه؟ مدلدقه كده ليه؟ ده انا مين؟ سعادة الباشا؟ معلش يا باشا العتب على الناظر اللي ما شافك اجهاله. مقبولة منك يا بت. اسمعي انا عايزك في حكاية كده. اؤمر يا كبير.
في عند الليلة دي سهرة خصوصي الخصوصي، كنت محتاج حتة طرية. آه، وأنا جبهم لك منين دول؟ أنا والله لسه ما توبتش علشان أشتغل الشغلانة دي. يا بنت أنا عندي كتير كتير قوي، بس القعدة ما تحلاش إلا بيكي. طالما هم كتير كتير قوي بعين العدو، لازمتي أنا إيه؟